أنا هنا شيحة وأنا أبو وإحنا هنا مع إنيجما تي في. هاي أبو. هاي هنا. How are you؟ مبسوط إن حظي جا معاكي. وأنا كمان قوي 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 قوي. اختار خمس كلمات تعبر عن شخصيتك. صبور. صبور. وبتحمل. حمول. حمول. وروقان. أكيد. تعبر جدا. روقان. سالك يعني ما فيش حاجة بسيبها في قلبي لو متضايق من حد بقولها وبطلعها وخلاص. حلو. ومتفائل سلاش عندي حسن ظن دايما بربنا. لو ما كنتيش ممثلة كنت تحبي تعملي ايه؟ حاجة كان نفسي اعملها بس I would never برضو مش هعرف. كنت ابقى مطربة. انت بتغني؟ بحب اغني جدا off tune all the time. لا. I sing برضو regardless وصحابي بيقعدوا يعملوا كده بس it's a passion. I love singing. ايه الحاجة اللي تحب تغيرها في نفسك؟ شعري. ليه؟ You look amazing. لا الحاجة اللي نفسي اغيرها في نفسي هو ساعات ببقى حبيس افكار بايخة بتهبطني من كنت بتجيب لي ستريس فأكتش بغيرها في نفسي. مين الممثل او المخرج اللي تحبي تشتغلي معاه؟ I would like اكيد ان انا اشتغل في مثلا مع الباتشينو. اوف. اشتغل مع روبرت دينيرو. في مصر اشتغل مع يسرى. نفسي اشتغل مع يسرى وعادل امام. ايه الحاجة اللي بتخليك تضحك من قلبك؟ دايما بتبقى اي حاجة لها علاقة بعيال. العيال بتيجي بالفطرة قوي. صح. فما بيقول الحاجة على طول زي ما هي. احنا لما بنكبر مش بنقول حاجه زي ما هي او مش بنفكر في حاجه زي ما هي. صح. فالحاجات اللي بتجيب لي بتخليني اضحك قوي. انا بحب جدا العيال بقى اولاد اخواتي و بس is pure love. فما بيقولوا حاجه كده بعفويه هي دي اكتر حاجه بتخليني بضحك. ايه الحاجات اللي ممكن تتضايقي منها من حد؟ الكذب. ما اقدرش يعني بكره الكذب. قول الحاجه زي ما هي وخلاص. تاني حاجه هيبوكراسي انك تبقى منافق منافق منافق. ايه اكتر حاجه يا ابو انت فخور بيها؟ الايفكت بتاع الحاجات اللي بعملها في الاغاني على الناس طبيعيه. يعني المسجز اللي بتجي لي هيومن يعني هي دي بقيس بيها النجاح. طب انت مين مثلك الاعلى؟ ابويا وامي يعني الاثنين. انا ابويا دايما كان بيقول لي جمله وانا صغيره ما كنتش بفهمها قوي. بيقول لي بص يا هنا يو اولويز لازم يبقى عندك هدف. انت عارفه هدفك ايه في الحياه؟ لو انت مش عارفه هدفك ايه, لو مش عارفه انت مين ورايحه فين وجيتي هنا تعملي ايه, then you'll be lost all your life. عمرك ما فكرت انك تكتب اغنيه بالانجلش وتلحنها وتغنيها؟ كنت انا في وقت الجامعه كنت بكتب كتير قوي بالانجليزي. حسيت ان انا عايز اعمل كذا حاجه من المزيكا دي. عايز كونتريبيوت للتراث المصري بطريقه او باخرى. مين الممثل المصري او العالمي اللي عندك كراش عليه؟ والله وانا صغيره كنت بحب جدا جورج كلوني. كان في كراش رهيبه. وبراد بيت. بحب دانزل واشنطن. بحب ويل سميث. بحب ناس ثانيه خالص. ناو ذات يور يو جوت ميريد اند يو ار اكسبكتنج ا بيبي جيرل انت وني حال ان شاء الله ربنا يقومها بالسلامه. بتقعد تعمل ايه؟ بتقعد تغني لها؟ لا بكلمها مش اوكي بس هتبقى عارفه صوتك. بس لا دلوقتي انا في قمه الحماس على موضوع البيبي وان هي بنت كمان. دي حاجه فرحاني جدا. في قمه القلق لاني مش عارف ايه اللي هيحصل. يعني مش عارف انا هتغير ازاي ولا ايه. فعلا مش قلق, ترقب يعني. ترقب. يس. ايه الحاجه اللي مش عايز اقول كوت او حكمه او اللي دايما زننها في مخك؟ بص هو في كذا واحده بس اللي عماله تخبطني وانت بتتكلم. انا عند حسن ظن عبدي بيه. اكتر حاجه بتخليك عايز تقوم حالا تكتب. ايه الحاله اللي بتخليك تبوش تو جو رايتنج؟ في ساعات بيجي لي مود ان انا عايزه اقعد 3 ساعات واكتب وبعمل كده. ساعات بطلع بحاجات ساعات ما بطلعش بحاجات. بس وانا ماشي ساعات يحصل موقف او تحصل حد يقول جمله بطريقه معينه او اقرا حاجه فتترجر حاجه او على طول بفتح الموبايل على الفويس نوت واعملها. لان دايما انا بالنسبه لي الكتابه هي اكسبريشن جدا طبعا اكيد. بس اهم حاجه في الكتابه انك تمسكي الفكره بتاعتها. احلى دور عملتيه انت راضي يعني مش بقى ايه ما بقى بنجاح وبيع. احلى دور ليك انت شخصيا عملتيه. وايه الدور اللي نفسك تعمليه؟ انا بحب الباورفل وومن. بحبهم. ممكن تكون فيشس زي العهد. بحب العب الحاجه اللي هي اكستريم في حته اكستريم. وبحب اقعد ادور على الفيلينجز بتاعتها جايه منين وهي ليه بتفكر كده. بحب اطلع الموتيفز وبحب اشتغل على الانر بتاع الكاركترز قوي. فما اعرفش يمكن
يعني جميلة بحريد. ايه أكتر حاجة تخليك تقفل من الشخص مش من البنت من الشخص؟ ما بحبش الناس اللي بتعامل الناس على حسب بطبقية. انت ايه أكتر حاجة بتقفلك من شخص؟ اللي بيقعد يتكلم عن نفسه كتير. أنا زمن تحبي كنت تورطي فيه؟ مش بتكلم بقى فنيا ولا أي حاجة، بتكلم زمن حقيقي. في الخمسينات في الستينات. ليه؟ علشان كان كل حاجة ديسنت قوي يعني. كان الست كان الست ست بجد، والراجل راجل، وبيعرف ازاي عامل الست، والست بتعرف تعامل ازاي الراجل. في الزمن ده ايه اللي انت كرهاه؟ انا بحب الزمن اللي احنا فيه يعني، بحبه لانه هو فيه تكنولوجيا كتير، بس تكنولوجيا كتير حرمتنا برضو من السبيريتشواليتي الناحية التانية، لان انت كل ما بقيت كل حاجة within reach ما بقتش بتتعب على حاجة. صح. انت بقى ردك. انا كان نفسي بقى عشريناتي في الخمسينات كده. اوكي. او في الستينات يعني. ابقى 20 سنة سنة 60. ويسي بقى على كده بقى 30 في السبعينات، 40 في الثمانينات، 50 في التسعينات، وممكن على الالفينات قشطة امشي مش مشكلة. اما عن الزمن اللي احنا فيه ده، شايف ان هو كده، هو بقى كل حاجه بتلعب على الانسكيورتي بتاعه يعني. المستهلك اهو تعال نلعب على الانسكيورتي بتاعته. كان نفسي ابقى من جيل عزة أبو عوف وحسين الامام. كان نفسي ابقى من الجيل ده. At the end of the day I'm happy ان احنا قعدنا القعده دي بجد. Thank you enigma for having us.